رجعنا لحضراتكم. زي ما قلت في المقدمة ان انا كنت قاعد بتفرج على افتتاح المجمع الطبي المتكامل في الاسماعيلية بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والقائمين على الدولة والمسؤولين، وسمعت كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد في كلمتها، واستعرضت من 1950 لغاية 2021 حضراتكم زدنا قد إيه كل كام سنة، 20 مليون 20 مليون 20 مليون 20 مليون. وحضراتكم أيضا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان برضو اتكلمت عن هذا الموضوع، وأكيد في وزراء تانية أو وزارات تانية برضو ليها اختصاص في هذا الموضوع، وأكيد كان في ميزانية من الدولة لأنك أنت تقلل من عدد المواليد وتقلل من عدد السكان اللي بيزيدوا كل سنة اللي هم 2.5 تقريبا و2.5 مليون، ولكن النتيجة أنه عدد السكان ما بيقلش. أكيد كان في مجهود وكان في إعلام وأجيال شافت حسنين ومحمدين، وشفنا حضراتكم قد إيه في مجهودات بتنزل لغاية القرى والنجوع وتخبط على البيوت عشان تتكلم معاهم وتقول لهم وتوعيهم بإن إحنا 2 كفاية، مش 10 كفاية، لا 2 كفاية. أكيد شفنا الكلام ده، وأكيد كان في في بعض يعني المجهودات الكبيرة، ولكن في النتيجة في الـ80 سنة اللي فاتوا دول ما حصلش نتيجة. وأنا وعدت حضراتكم في المقدمة إن أنا لازم أسأل ضيفي عن هذا الموضوع وإيه سببه. ضيفي اللي منورني في الاستوديو وليا الشرف إن أنا قاعد مع حضراته الأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان. مساء الخير يا فندم. مساء النور حضرتك. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والشكر لله. هل ليا الحق بإن أنا هذه الملاحظة أكيد عندي حق فيها؟ صحيح. وإيه سببها؟ احنا لو قلنا ان احنا بدايه كده اول سياسه سكانيه كانت من 1960، دي كانت موجوده، هي كانت سياسه سكانيه ليها علاقه بتنظيم الاسره بس، وبعدين ما كانش في اطار مؤسسي لقضايا السكان في مصر، كان الهم الوحيد هو ان احنا نوفر خدمات تنظيم الاسره فقط لا غير. في سنه 85 ابتدى يعملوا او في مؤسسه قائمه بذاتها مسؤوله عن السكان وتقديم خدمات الصحه الانجابيه وتنظيم الاسره، ودي كانت انجح فترات القضايا السكانيه في مصر. ده سنه 1985 لغايه 1996. دي حضرتك السنوات اللي الاجيال كانت بنشوف فيها اعلانات. أيوة في التلفزيون. بالظبط كده. دي اللي كان فيها حملات اعلاميه منتظمه ومتصله ومتواصله. كان في خدمات لتنظيم الاسره على كل مستوى الجمهوريه كانت موجوده وتحت متابعه وتقييم الوزاره. كان في نوع من انواع التدريب لمقدمي الخدمه. الفترة دي كانت أنجح فترات القضايا السكانية عشان كان في جهاز بيدير القضية السكانية. في مؤسسة في عدة السنوات دي من 1985 ل 96 ل 96، يعني 11 سنة. 11 سنة. بعد كده ابتدى الموضوع إلى حد ما يعني ما بقاش موجود. التبعيات بقى كل مرة طبعا نبقى تبع وزارة كذا نبقى تبع كذا، يعني العملية ما بقاش فيه إطار مؤسسي لإدارة القضايا السكانية في مصر. فبقت العمليه كلها تنظيم اسره وبس. البعد التنموي ما مش موجود، ما كانش موجود سابقا. جينا لغايه الاستراتيجيه بتاعت 2015 وقالوا لابد من ادخال البعد التنموي ويكون في اطار مؤسسي عشان الموضوع بتاع اداره القضايا السكانيه. واتعملت استراتيجيه وكان المسؤول عن التنفيذ جهات عديده جدا، حضرتك انت قلت بعضهم، لكن كل الجهات هي مسؤوله ومنوطه بتنفيذ الاستراتيجيه. لكن الى الان للاسف مفيش اطار مؤسسي، مفيش مؤسسه واحده اقدر اقول والله هي دي المسؤوله عن قضايا السكان في مصر او هي اللي بتدير قضايا السكان في مصر. يعني حضرتك بتقول لي انه طب خلينا انا هقول لحضرتك خلينا نمشي حاجه واحده واحده، خلينا نرجع لورا شويه. وبتقول لي حضرتك ان احنا كان عندنا تجربه من 85 لغايه 96 كانت يعني 11 سنه دول انجزنا فيهم ايه او قدرنا نحقق ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، يعني المواليد على سبيل المثال ان الفتره دي كان معدل الانجاب الكلي اللي هو عدد الاطفال لكل سيده كان من نزلناه من 6 ل 3 3.1 من 10. نزلنا من 6 ل 3 ضعف. انت نزلت ب 50%. طب ده انجاز بس ما كملناش. ولكن ما كملناش. المواليد عدد المواليد كان كنا بنتكلم في 2.6 مليون 2.6، ف
في 2005 بعد نهاية البرامج اللي كانت موجودة نتيجة المولة الأمريكية وخلافه والخدمات الرهيبة والإعلانات والحملات، 2005 وصلنا لواحد وتسعة من عشرة مليون. يعني كان في إنجاز إن إحنا عمالين المواليد عمالة تقل. بالظبط. طيب. بعد كده خلاص. طب بعد كده هنتكلم فيها حضرتك. خلينا نتكلم أكتر في التجربة دي ونبني عليها بقى. أوكي. يعني خلال ال 11 سنه، يعني انت حضرتك بتقول لي المعونه الامريكيه، ممكن توضح للساده المشاهدين يعني ايه المعونه الامريكيه اللي كانت والله في الموضوع؟ والله كان الفكره كلها كان في اولا كان في توفير طبعا وسائل تنظيم الاسره بكثره، وكان في تدريب لكل الاطقم الطبيه الموجوده المسؤوله عن الموضوع ده، وكان في الحملات. حملات الدعايه كلها كانت عن طريق المعونه الامريكيه. يمكن هو طبعا مش موضوع ان المعونه موجوده او مش موجوده، هي برضو زي ما حضرتك هو اداره الملف. لو في عندي مكان واحد هو اللي بيدير الملف ده، خلاص انا هحط البازل دي هتتحل. تمام. لكن لما اعمل افتت بقى كل المشاريع وكل الانشطه على وزارات كتيره وعديده، مش هطلع بالنتيجه، لان مفيش حد بيدير، مفيش حد بيعمل متابعه وتقويم للكلام ده. هو انا بعمل انشطه وبعمل حملات وقوافل و و و طب مين اللي بقى المسؤول عن ان هو النتيجه؟ بالظبط. مين اللي بيتابع؟ مين اللي بيدير الموضوع ده؟ مين اللي في الاخر هيحاسبه؟ بالظبط. يعني حضرتك ما هو احنا بنتكلم في كده دلوقتي. المجلس القومي للسكان دلوقتي حاليا هو مسؤول عن خطط ومتابعه وتقويم حسب الوزارات، يعني لو في تعاون او ما فيش على حسب، ومفيش ميزانية عشان يقوم بنشاطه الآخر. فإحنا برضو في مشكلة أن أنت إحنا عندنا إطار مؤسسي، ولكن لا مش فعال. إطار مؤسسي بس مش فعال. طب أنا مصمم بعد إذن حضرتك يعني طبعا أن أنا أبص للجانب الإيجابي اللي حصل لنا، معلش نرجع تاني أوكي ونبني عليه. أوكي. طيب 11 سنة دول حصل فيهم إيه اللي إحنا عملناه؟ إيه المجهود اللي بذل في هذا الموضوع أكتر وأكتر؟ هقول لحضرتك حاجة، ما إحنا اتفقنا، إحنا عندنا دلوقتي عندنا يعني 85% من معدلات الإنجاب يمكن تفسيرها بحاجة واحدة بس. تقديم الخدمة، خدمات تنظيم الأسرة بفاعلية وكفاءة وإتاحة، والحاجة الثانية الدعاية أو التوعية. إذن الخدمات لازم تكون موجودة بالزبط. في كل المحافظات. في كل المحافظات. في كل المحافظات، في أقصى أماكن. نعم، في اماكن حضرتك ما فيهاش طبيبات، يعني انا في مثلا على سبيل المثال في بعض الاماكن ما ينفعش احط فيها طبيب. زي فين؟ قبلي كله. احط طبيب ازاي؟ هيروح يشتغل نسا. يعني ازاي هو هيركب لوب وهيركب حاجات من دي؟ طب ما نبعت دكتور بس كده. احنا عندنا مشكله دلوقتي في كيفيه التغطيه بطبيبات ان هم يقعدوا في المراكز ديت او يقعدوا في الوحدات دي. فدلوقتي بنتكلم على ان احنا نعمل حاجه اسمها تاسك شيرنج. تاسك شيرنج بمعنى الممرضه ممكن تقوم ببعض الواجبات اللي هي موجوده لدى الاطباء، يبقى في نوع من انواع الشيفت. فدي حاجه. الحاجه الثانيه مش موضوع بس تنظيم اسره، الموضوع مش بس يمكن تفسيره بتنظيم الاسره وخدمات تنظيم الاسره طبعا. ولكن في بعد تنموي اخر. ويمكن عشان نبقى العمليه واضحه شويه، التنموي الاخر هو التشغيل والتعليم. دول مهمين جدا بالنسبه للمراه، بالاضافه للتوعيه. احنا عندنا توعيه دلوقتي ما بقتش سهل قوي بواسطه التلفزيون. سامحني يا دكتور، سامحني، انا هوصل للمنطقه دي. أوكي. يعني انا هوصل للمنطقه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، اللي هي المفروض ننفذها في 2020 و2021. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هنتكلم فيه، لكن برضو انا هرجع ايه المجهود. يعني حضرتك قول كلمني مثلا على الحملات الاعلانيه اللي حصلت في خلال ال 11 سنه دول. كلمني كان عن بص هقول لحضرتك حاجه. في ال 11 سنه ده كان في حاجه اولا هي بريزيستنت، يعني مستمره ومتواصلة في هذه الفترة. حلو. دلوقتي مفيش مقارنة. دلوقتي احنا عندنا اخر حاجة كانت اتنين كفاية وكان موفي كليب كده وخلاص. اذا الاعلام كان مهم جدا في الفترة اللي فاتت دي اللي هي ال 11 سنة اللي كان فيها نجاح بالفعل. يبقى عندنا التغطية بالخدمات. وكان في نجاح اكتر في انك انت عندك حملات بالزبط. بتنزل تخبط بالزبط. على الناس، صح كده في الكرة؟ تخبط على الناس بس، ده انت خدت كل منصات. مش منصة ان انا اخبط على الباب، دي بنسميها التوعية المباشرة، في التوعية الغير مباشرة. انا عندي 43 مليون بني ادم مصري قاعدين على السوشيال ميديا، دول من لن اغفلهم. ده دلوقتي في 2021 كنا بنتكلم على اول. احنا عايزين بقى ايه؟ هنبني على ايه؟ الرسائل لوحدها ما بقتش موضوع ان انا اروح اعمل تنظيم اسره، لا، الرسائل تبقى المفروض تتغير. انا بتكلم لمصلحه المواطن، مصلحته، الحاله الاقتصاديه والحاله الصحيه بالنسبه لي ولاولاده وكيفيه تربيتهم، وكيفيه يبقى عندي نشء قادر على الانتاج وعنده مهارات
معرفية ومهارات عملية بحيث نبقى منتج. فده دي الرسائل المفروض توصل. إنما مش هقول له روح اعمل كذا، ما ينفعش. فلازم أحسسه إيه هو اللي محتاجه. إحنا عندنا مشكلة كلها في فجوة معرفية كبيرة جدا عند الناس. طبعا. يعني هو الفجوة المعرفية ديت مش هينفع، اللي إحنا لازم كل زي ما بيقولوا بيزن نزن بمعنى إن كل شوية لازم نتكلم على الجانب الصحي للأسرة الصغيرة، الجانب الاجتماعي وفوائد الفوائد الاجتماعية للأسرة الصغيرة. الحاجات دي كلها لابد من تفنيدها. ولازم الناس تعرف يعني ايه انا هكسب ايه لما اعرف الكلام ده، يعني ده مردوده عليا ايه، ده مدخولا وصحه واجتماعا وكل حاجه. طيب دكتور، يبقى الرساله الاعلاميه حضرتك اللي انت بتقوله ده لازم تكون محمله، نعم، في الفتره القادمه وتكون مستمره، نعم، محمله بواحد صح، مميزات اللي ممكن بيكتسبها الام والاب لما تمام يخلفوا قليل. طبعا. صح كده؟ طبعا. ايه هي؟ كتير. زي هقول لحضرتك حاجه بالنسبه للام ولا الاب ولا الاثنين يعني. ما هو حضرتك طيب. ما حضرتك هقول الزياده لحضرتك دي حاجة. مع ان احنا عايشين حضرتك على 4% بقى لنا 7000 سنه، ولما زودناها قوي بقينا 7%، ما هو ده اللي حضرتك خلى يبقى في نسبه طلاق رهيبه. بالظبط. ده اللي خلى يبقى الزحام رهيب. طب حضرتك خلانا نتعدى على الاراضي الزراعيه، خلانا نتعدى يعني حلو. فحضرتك لما نكون بنبعت رساله لكل الشباب، لان نسبه سكاننا شباب اكتر. صحيح. لو بنبعت رساله للشباب حاليا من خلال حضرتك على الشاشه دلوقتي، بنقول لهم ايه فوائد ان انا اعيش ويبقى عندنا بداية طفل بس كده؟ انا عندي وقت كويس جدا عشان يطلع الولد دوت عنده قدرات ذهنيه تعليميه صالحه. اتفضل. دي واحد. الحاجه الثانيه، في عندنا حاجه اسمها نضوب الرعايه. يعني ايه؟ انا عندي قدر معين من الوقت ومن الفلوس عشان اصرفهم على الولاد. بعد الثالث ما عنديش، عشان نبقى واضحين. كل ما زاد عدد افراد الاسره جوه المنزل، حتى لو المنزل ده ايه، بيزيد التشحن ويزيد المشاكل ويزيد الطلاق. صحيا هم اعلى بشده لكل الامراض المعديه. الطفل الثالث والرابع دايما عندهم، مش دايما يعني، معظم الدراسات بتقول ان هم عندهم اقل معامل ذكاء، فرصه تعليمهم وتحصيلهم الدراسي اقل، فرصة تمكينهم اقتصاديا ان هم يشتغلوا ويبقى عندهم مدخول اقل. الطفل الرابع بعد الرابع وانت طالع حضرتك، ده عنده فرصة عظيمة ان هو يحصل له حوادث. يبقى طبعا يبقى حوادث. بمعنى ايه؟ حوادث جوه البيت. حوادث جوه البيت. يبقى عنده ميول انحرافية، التدخين بقى والحاجات والكلام ده موجود. ان كل ما زاد عدد افراد الاسره، كل ما كان الاطفال من اول الرابع لغايه واحنا طالعين دول عندهم عرضه شديده وكبيره جدا لكل الامراض اللي هي المعديه، زي النزلات المعويه والازمه والحاجات دي كلها. فاحنا بنتكلم اهو صحيا، يعني من الجانب الصحي، يعني ايه فايده اللي يبقى عندي طفلين او مش اكتر من كده او ثلاثه بالكتير. سامحني. واحد دلوقتي حضرتك في قريه كذا او في نجع كذا بيتفرج علينا دلوقتي، هيرد على حضرتك وهو قاعد على الكنبة دلوقتي بيتفرج على شاشة ماي لايف، هيقول لي سيادتك طب ما هو احنا اهالينا زمان كنا بيخلفوا 5 و6 و10. طيب. وما كانش عندهم كل الامراض دي. لا، مين قال كده حضرتك؟ انت في كام عندنا، في كام في مصر دلوقتي حاليا، كام واحد عندهم تعليم ما فوق الثانوي، فوق الثانوي؟ كام؟ قليل. 12 مليون من 102 مليون. لا حضرتك، عندنا مشكله. كام يا فندم تاني؟ 12 مليون من 102 دول اللي متعلمين من ثانويه عامه. تعليم فوق الثانويه العامه. فوق الثانويه العامه. فوق التعليم، فوق المتوسط لغايه الدكتوراه. والباقي ال 100 والباقي مليون. والباقي بقى احنا تعليم فني ومحو اميه وقرايه وكتابه. تعليم فني ده مهم يعني. ما طبعا. ما بلا جدال. ما هو يعتبر تعليم. ما هو ده بالعكس. لكن انا بتكلم على الشريحه اللي هي المفروض ان هي الهاي تك، المفروض. يعني كل الدول بتستخدم الشريحه دي عشان موضوع الهبه الديموغرافيه، وان هو يبقى منتج ويخش في السوق التنافسي وهكذا. بالظبط. فدلوقتي احنا بنتكلم على 12 مليون من 100 مليون. فحضرتك ده كويس؟ لا طبعا مش كويس. طيب. المهارات بلاش المهارات اللي هي بلاش التعليم. احنا عندنا اميه قد ايه؟ 30% من الشعب اميه. وبنوصل ساعات في بعض المدن او الريف المصري ان احنا الاميه بين الاناث بتوصل 48%. حضرتك متخيل يعني؟ وكل ما بيزيد عدد السكان طبعا. كل ما بيزيد الاميه. بالظبط كده.
وبعدين مين قال لحضرتك ان احنا ما عندناش امراض؟ لا احنا عندنا امراض. مين احنا عندنا 14% من الشعب المصري عندهم سكر فوق ال 40 سنه؟ في لا في في مشاكل كتير. فمفيش حد يقول لي ان احنا كويسين، لا مش احنا مش كويسين. بالحاله اللي احنا فيها دي احنا مش كويسين. يعني بنسبه الاميه اللي موجوده، وحضرتك بلاش كده، التنافسيه الدوليه بيننا لو بين اي دوله تانية زي سنغافوره ولا ماليزيا ولا ايه بقى وضعنا فين؟ التنافسيه قصد حضرتك انه يعني لما مستوى الشاب او الشابه اللي متخرج من الجامعه والمهارات بتاعته بالزبط. وامكانياته بالزبط. العلميه وامكانياته الثقافيه وامكانياته الذهنيه وامكانياته الادبيه نسبتها ايه مقارنه بالشعوب الاخرى؟ بالظبط. احنا فين؟ هقول لحضرتك مثال صغير خالص. ماليزيا متوسط سنوات التعليم فيها 14 سنه، احنا 9. متوسط سنوات التعليم 14 سنه لكل الفرد، 14 سنه يعني بيقعد في التعليم 14 سنه، احنا 9. لا احنا عندنا مشكله. طيب. انا هرجع تاني للمشاهد الكريم اللي واقف دلوقتي بيتفرج علينا وكان بيقول لحضرتك من شويه احنا زمان كنا بنخلف كتير وما كانش عندنا المشاكل اللي حضرتك بتقولها دي. معلش نرجع تاني نرد عليه. ايه تاني دلوقتي؟ هقول لحضرتك حاجه. يعني ايه تاني؟ بمعنى ايه يعني زمان يعني مثلا عندنا حضرتك عندنا ايام مثلا عندنا اميه عاليه جدا اللي قبل انا قلت اللي قبل كده قبل كده. طب معلش سوري معلش هو اللي قبل كده كنا بنقيسه ازاي؟ ايه اللي احنا بنقيسه ازاي؟ بيتقاس ازاي اللي قبل كده؟ يعني اللي قبل كده كان بيتقاس ازاي؟ احنا ما لم ندرك خطوط القضيه السكانيه غير من 30 سنه. يعني انا عايز اقول لحضرتك لغايه 73 كنا بنتباهى ان احنا عندنا سكان اعلى. صح ولا غلط؟ صح بالظبط. احنا ابتدينا نفكر ان فعلا عدد السكان اللي موجود الموارد بتاعته الموارد اللي موجوده لن تفي بالعدد اللي موجود والعدد اللي مستقبلا هيكون موجود. فابتدينا نعي لهذا الخطر. لكن قبل كده احنا كنا بنتباهى بنقول ان احنا عندنا ناس كتير ايام الحروب وهكذا. ولكن برضو في نفس الوقت ما ننساش لو تسمح لي يعني قول لي انا غلطان ولا صح. كان زمان ايام الخمسينات وقبل الخمسينات كان عندنا احنا كنا كام مليون حضرتك؟ كان عندنا اقل من 20 مليون يعني كده. لو احنا في الاربعينات والثلاثينات حلو قوي اكيد كان اقل لي. من 20 مليون يعني نقول 10 15 مثلا. مثال صغير اتفضل. احنا في 1950 كان في كام واحد لكل فدان؟ اتفضل. ستة اوائل بالظبط كده. دلوقتي احنا عندنا اللي هو يطلع منها اكله وشربه وكده تمام. دلوقتي بقى قد ايه؟ 16.5 17. كان الكثافه السكانيه كانت موجوده كانت كام؟ 277. دلوقتي احنا 1500 كثافه سكانيه، يعني عدد السكان على الكيلومتر المربع. فحضرتك تخيل بقى. احنا كان عندنا القاهره الكبرى كانت كام بني ادم؟ كنا 6 مليون، بقينا دلوقتي 24 مليون. وبتزيد. فلا في تغيير طبعا. طيب احنا كنا نصيب الفرد من الميه قد ايه؟ في الستينات كنا 1600 متر مكعب ميه لكل بني ادم، ده بقى في طول السنه صناعه وزراعه وخلافه. احنا في 2010 دخلنا حاجه اسمها الفقر المائي. اقل من 1000 متر مكعب لكل فرد. متوقع ان الموضوع ده هيقل، يعني احنا في 2020 هنبقى اقل من 500، 2030 هنبقى اقل من 300. فانت عندك مشكله. في مشكله. فالبعد اللي احنا فيه دلوقتي مش موضوع بس بعد نتيجه الاسره والتزاحم، لا لا لا، في بعد كمان مكاني اللي هو ليه علاقه بالموارد اللي موجوده في البلد. واسمح لي الدوله بتعمل مشاريع كتيره جدا. يمكن هقول لحضرتك حاجه، المزارع السمكيه والصوب الزراعيه اللي معموله والاستصلاح الاراضي اللي موجود و14 مدينه، الكلام ده هيكفي ولا مش هيكفي؟ بالزياده السكانيه دي طبعا مش هيكفي. خلاص. فاحنا عندنا مشكله. يعني احنا عندنا مشكله، الواحد بيتكلم على ان مصر دي كلها هو بيتك بيت وانت حضرتك بقى اتصرف فيه، هتديره ازاي؟ يعني كل المجهودات اللي بتتعمل في الدوله مجهودات عظيمه جدا وحاجه للمستقبل، ولكن المفروض المصريين يعوا بقى ان الموضوع، لا الموضوع مش كده، يعني نفرمل شويه عشان نكفي. اي دوله في العالم حضرتك، وبرضه صلح لي، اي دوله في العالم عدد سكانها
الدخل. طبعا لو احنا بنتكلم على الاربعينات والتلاتينات والاربعينات والخمسينات، عشان عدد سكاننا كان قليل وكان دخلنا قوي، زي ما حضرتك اكيد شفت الفيلم ايام الملك، كان الجنيه قوي قد ايه قدام الاسترليني، كنا بنسلف الدول، كنا عندنا بورصه القطن، كان عند انا كل ده على فكره برد على المواطن المحترم اللي قاعد وبيقول وبيفكر ان انا عادي يا جماعه، ما يبقى عندي 10 عيال ايه المشكله يعني؟ ما هو عادات وتقاليد كانت من زمان. عندك حق، لكن زمان في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات اللي هو اجدادك اللي انت وارث منهم هذا الموضوع، كان الدخل بتاع الدوله كبير للعدد السكان الصغير. بالظبط كده. ما حضرتك اتفقنا ان كل ما زاد السكان زاد تآكل الموارد ببساطه شديده. يعني كل ما زاد عدد السكان كل ما زادت تآكل الموارد. ومعنى تآكل الموارد يعني النمو الاقتصادي. يعني حضرتك مهما تعمل مش هيبان، انت ما عندكش الفرصه او الاتاحه انك تستثمر في البني ادمين. فانا عندي مشكلتين، العدد اللي بيزيد بغير انضباط سايبين الدنيا زي ما هي ماشيه كده. وعايز اقول مثلا ان احنا في ببساطه شديده من 2010 ل 2018 احنا كان عندنا 23 مليون مولود، ده في 10 سنين بس 23 مليون مولود. من 2000 ل 2009 اللي هو 11 سنه تقريبا 15 مليون بس. فاحنا عندنا في عدم انضباط في حتى في في الاعداد، مش منضبطه، مش ماشيه مع اي نسق موجود على مستوى العالم. لما اقول لحضرتك ان احنا عندنا معدل النمو السكاني 2 ده كارثي. انا بتكلم مثلا عن الصين هي 0.5%، الهند 7.7، الدوله زي ماليزيا وسنغافوره 1.1. لا احنا بنتكلم، احنا عندنا عنايه مش منضبطه فعلا. وده كله دوت ينعكس على استثماراتك بقى في البشر الباقيين اللي موجودين، اللي انت المفروض بتعليمهم صح والحاله الصحيه بتاعتهم تبقى احسن، عشان يبقى في عندنا ناس منتجين الى حد ما هم دول اللي يقوموا بالبلد. انا ما عنديش الفرصه دي، فعشان كده مش باين قوي. يعني طول ما العدد عدد السكان وعدد المواليد بهذا الشكل وهذا الاتجاه مش هيبان حاجه. طيب دكتور، دلوقتي انت ما يعني قفلتها لي في لا خالص، انا ما قفلتلكش يعني ولا حاجه. لا خالص أنا طيب اقول حاجه دلوقتي، هي الفكره كلها في حضرتك. احنا في كل دوله في العالم أوكي. ممكن يكون مرت بهذه التجربه اكيد، صح كده؟ انه يبقى عندها سكان عالي جدا كل سنه، من ضمنها فرنسا على فكره في التاريخ. أيوة. عندها كانت مشكله دي نفسها هي طبعا. هي الصين طبعا يعني اكيد. في دول اختارت قوانين حاده جدا، هو واحد اتنين بالكتير تلاته ماليش دعوه بيه، وانت ما ينفعش اساسا تجيب التالت. اوكي. واخدت القرار بهذا الاتجاه لغايه لما وقفت النمو السكاني كبير، وابتدى الاقتصاد بتاعها والنهضه بتاعتها تعلو، ابتدت تفتح شويه لمواطنيها انها يزودوا شويه، صح كده؟ تمام. دي التجربه الاولى. التجربه الثانيه اللي على ما اتذكر يعني ان هي حصلت في فرنسا، انه حصل تنميه للعقول المراه، وانك انت تنزل للمراه وتعلمها كويس وتخليها تبقى مشغوله بان هي تتعلم وان هي تتثقف وان هي ما تتجوزش زي ما احنا بنتجوزها الساعه 9 سنين و11 سنه و12 سنه. صحيح. فيحصل قفزه في سن المراه لما تيجي تتجوز، فتبقى مشغوله وما يحصلش هذا الكم من الانجاب. صحيح. انا اقول لي بقى حضرتك احنا هنعمل ايه بقى؟ هقول لحضرتك احنا هنعمل الاولانيه. هو فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان انا مش هنعمل التجربه بتاعت القوانين دي، وان انا لا ما هي مش تنفع. يعني تجربه القوانين حتى من الناحيه الديموغرافيه هي فاشله، يعني تطبيقها ما ينفعش. بدايه كده لو اتكلمنا على تجربه الصين، يعني تجربة الصين فيها مشاكل كتيرة جدا، وهم يعني حتى تداركوا الأمر بعد ما خلصوا القانون وعملوه والنتيجة بتاعته أثمرت، يا ريتنا ما عملناه. لأن حصل خلل أسري جوه الصين يعني. بس جاب نتيجة. جاب نتيجة بس دلوقتي هم عندهم مشكلة إن نسبة النوع الرجال أعلى بكتير جدا من الستات. فعندنا مشكلة. لكن في دول تانية زي ما حضرتك قلت كده، الدول التانية اللي هي مهتمة بالتنمية. بالزبط. والتنمية لما قلت احنا انا قلت لحضرتك هي تنمية.
وتنمية معناها أن أنا عايز يبقى في عندي تشغيل للمرأة وتعليم المرأة بحيث أن هي يبقى الفترات الإنجابية بتاعتها أقل، ويبقى كل ما زاد التمكين للمرأة كل ما عدد الأطفال لديها بيقل وسن زواجها بيزيد. في دول تانية عملت أن هي رفعت سن الزواج في دول، بس دي ده يعتبر قانون، ده قانون في الاتجاه بتاع القانون بالظبط كده. في دول تركيا واندونيسيا عملوا كده، عملوا كده في فترة 18 21 سنة، يعني البنات 18 والرجال 21 سنة. وإيران عملتها بعديهم على طول، بس إيران كانت لحد ما شديدة شوية ان هم زودوا للسن دوت ل 22 او 23 سنة. فكل دولة، هي الفكرة كلها حضرتك مش موضوع قوانين، يعني هي القوانين ما اكثرها، ما احنا عندنا قوانين كتير جدا، والقوانين حاليا مش مطلوبة قوي. يعني هو لا ممكن اعمل نوع من انواع الحاجات التانية، الحاجات الضوابط، يعني مش تبقاش قوانين بمعنى قوانين، تبقى ضوابط. والضوابط ديت زي بعض الدول عملت حاجة زي حوافز ايجابية، بمعنى ان انا هدي مثلا في دول زي ماليزيا وتونس عملوا نوع من انواع المعاش للناس، يعني اللي عنده اتنين ياخد معاش. بمعنى ايه معاش؟ او مرتب يعني؟ مرتب يعني مرتب من الدولة كإعانة. ان هم عملوا نوع من انواع، لو عندك طفلين اديك مثلا 500 جنيه مثلاً في الشهر كده، ايه كل شهر بالظبط كده. او ان انا احفز البنات عشان التعليم، يعني كل ما زاد كل ما زاد سن التعليم او مده التعليم بالنسبه للبنات كل ما قل قوي عدد افراد الاسره والقدره الانجابيه بتاعتها. فهم كانوا بيعملوا برضه نفس الموضوع ده، حوافز ايجابيه للاسره اللي هي بناتها بيكملوا تعليم. ففي حاجات كتير قوي مش لازم تبقى قوانين، مش شرط تكون قوانين، لكن هي هتخدم القضيه في نفس الوقت. فتشغيل المراه وتعليم المراه مهم جدا 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 عشان موضوع النمو السكاني. بالاضافه طبعا زي ما قلنا اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا لازم يبقى في خدمات، لان الست بعد ما علمها وبشغلها ما هي تدور على الخدمه، فالخدمه والتوعيه والتنميه. دول الثلاث حاجات، دول الثلاث عناصر. اذا يا اما قوانين يا اما تعليم ووظيفه، او بالزبط. تعليم وخدمه باب رزق. بالظبط. لان هي بتلاقي ما فيش وقت عشان توائم بين الحاله الوظيفيه والحاله الانجابيه. يعني يا تخلف يا تشتغل، ولما يكون في شغل وهذا الشغل فيه مردود مادي احسن مليون مره من هتخلف. هي التجارب اللي قبل كده بتقول كده. هل المشروع القومي لتطوير القرى والريف المصري اللي هو حياه كريمه داخل فيها هذه المنظومه؟ سؤال حلو قوي. هقول لحضرتك حاجه. ال 1500 قريه اللي فخامه الرئيس دشن الحمله بتاعت الحياه كريمه، انا اعتقد ان هو كان اختيار رائع. هقول لحضرتك ليه. يمكن 70% من المراكز اللي موجوده او اللي تم اختيارها هي من اعلى المراكز انجابا في مصر والاكثر فقرا. ما طبعا دي فنك ليه، احنا هي هي الاول مختاره على انها اكثر فقرا. صح. 70% من هذه المراكز هي الاعلى انجابا. فالتركيز على الاماكن او نقول عليها النقط اللي هي اللي فيها معدلات المواليد اعلى هو ده المهم، وده اللي يهمنا، لان هو دوت اللي يعني هقول لحضرتك حاجه. احنا عملنا حاجه في يمكن بقى لها شويه كده، احنا شفنا ايه هي المراكز الموجوده في مصر اللي فيها اعلى معدلات الانجاب. كويس. فطلعنا ان في عندنا 75 مكان في مصر او مركز، المركز ده او المكان ده اعلى انجابا من متوسط المحافظه. بمعنى معلش بمعنى يعني اكتر او فاهم الساده المشاهدين، هقول لحضرتك يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا ان متوسط معدل مواليد الجمهوريه 23 في كل 1000. تمام ماشي. أوكي. طيب جوه القاهره، انا هتكلم على القاهره مثلا، على القاهره كلها يعني فيها معدل المواليد 20، سينا 20، 20 لكل 1000، في 20 مولود لكل 1000 بني ادم. في مثلا على سبيل المثال حاجه زي حلوان 39. يا نهار ابيض. ليه؟ اشمعنى؟ ايوه حضرتك بتقول اشمعنى. هل اشمعنى نتيجه بقى حط 20 حاجه؟ لازم نبص على المؤشرات الاخرى، الاميه شكلها ايه؟ التشغيل شكله ايه؟ البطاله بتاعت الستات شكلهم ايه؟ التعليم شكله ايه؟ الخدمات الصحيه شكلها ايه؟ في وصول ولا ما فيش وصول؟ في توعيه ولا ما فيش توعيه؟ وهكذا. تخرجك ورجعك تاني. هو اكيد في ناس من السيدات مصر المحترمات دلوقتي عاملين يتفرجوا عليك. أكيد. صغيرين وكبار. طبعا. اوكي؟
واحنا عايزين نوعي ونفهم اكتر. هتقول لك هو انت ليه طول الوقت وعمالين تتكلموا على المرأة؟ بتتكلم على لا انا لسه هتكلم على الراجل طبعا، لازم نتكلم على الراجل. طب كمل ونرجع. فاتعملت الخطة دي بحيث ان هي نركز على الاماكن الاكثر انجابا على مستوى الجمهورية، وايه التدخلات اللي المفروض نعملها. ويمكن من اهم التدخلات اللي احنا عملناها ان احنا عملنا حاجة اسمها كسب تأييد الرجال. كسب تأييد الرجال. يعني بمعنى ايه؟ هو الراجل ممكن يبقى نيوترال، يعني نيوترال يعني معناه مش هيقول لها روحي اعملي حاجه ولا تعلمي ولا مش قضيته خالص. طبيعي. بالظبط كده. او ساعات بيبقى ريزيستنج، يعني مقاوم الموضوع، مش عايز. مش قضيتي، لا احنا مش متقبل الموضوع. بالظبط كده. فاحنا كان الهدف من الكلام ده ان الرجاله كمان يبقوا ليهم نوع من انواع الدور، والدور ده المفروض يبقى دور توعوي في الاساس. فكان في تركيز للرجاله وللستات. فالرجاله كان هيبقى كسب تأييد الرجاله، وكسب تأييد رجال الدين والقيادات الموجوده في المجتمعات ديت، بالاضافه للي قلت حضرتك عليه اللي هي الخدمه والتوعيه والتنميه. وهذه هي واحد من اهم اهداف تطوير الكره المصريه اللي بتخدم 58 مليون مواطن مصري، يعني اكتر من نصف سكان مصر. تمام. ال 1500 قريه دول سكانهم 17.5 مليون، ده اول مرحله اعتقد. لا خلينا نتكلم على الثلاث سنين بالزبط. اللي هم يعني ال 4500 قريه ولا بالظبط. صح. صحيح. اذا الموضوع في موضوع مشروع قومي لتحسين حياه المواطن المصري في الكوره والنجوع وتطوير الكوره، هي مش بس صرف صحي، لا هي مش بس مياه وغاز، لا هي مش بس انك انت رصف طرق ويبقى عندك كهرباء ونور وميه حلوه وكويسه وكل حاجه، لا هي كمان تنميه لسكانها. بالظبط. بحيث ان هم بصوره كده غير مباشره ما يفكروش في الخلفه كتير. بالظبط كده. صح. وده يبقى يعني ان شاء الله باذن الله تعالى، يعني اعتقد ان دي هتبقى مبادره يعني فعاله ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني لو اشتغلت على كل المحاور. وزارة الصحة شايفة ان هذه التجربة او هذا التحدي الكبير هيثمر عنه بلا شك. تقليل من عدد السكان. حضرتك بلا شك. يعني هقول لحضرتك حاجة، كل الدول التانية والتجارب التانية بتقول والله ان التنمية اللي موجودة بين في القرى او الريف عموما بتؤدي الى كده. تؤدي الى كده، تحسن الخصائص، التعليم والمهارات، كل حاجة. انت بترتقي بالمجتمع. المجتمع كله بيرتقي. فده مهم جدا. كل ما قللت الاميه طبعا. وكل ما علمت المواطن المصري او المواطنه المصريه. بالزبط. وكل ما خليت المراه تحس بكيانها وحريتها ووفرت الخدمات بس. كل ما عدد او السن المتوسط بتاع الجواز هيكبر طبعا، ما يبقاش صغير. كل ما وهيبقى فيه لفظ لبعض العادات زي مثلا التسرب من التعليم. انا عندي مدرسه كويسه عليها تسرب وقريبه من بيتي، يعني فاهمني؟ مش هتجوز بدري ليه؟ ما انا في فرص للتعليم، وفي فرصه ان انا يعني احقق ذاتي، وفي فرصه ان انا اشتغل. طب هتجوز ليه؟ ففي حاجات كده بيحصلها لفظ مجتمعي لو حصل تطوير للمجتمع ده. لا شعوريا. الدنيا بتختلف تماما. ودي التجربه غالبا اللي كانت حصلت في فرنسا في التاريخ بتاعها. وفي دول كتير، مش فرنسا بس. في دول كتير عملوا كده. أنا قلت في المقدمة بعد إذن حضرتك، يعني نحن مسيحيين ومسلمين دايما بنقول على مصر إن هم يعني ذات طابع ديني، وقد إيه الدين بيأثر فينا. دور الجهات الأوقاف، الأزهر، الكنيسة المصرية، دورهم المفروض يعمل إيه؟ هقول لحضرتك حاجة. هو دلوقتي يمكن في تعاون مع وزارة الأوقاف، وفي تدريب للأئمة بيتعمل على مستوى المراكز اللي هي على إنجابة، فأعتقد إن لكن الفكرة كلها التوحيد، الخطاب نفسه لازم يتم. يعني مش كل واحد هيقول الحاجة اللي على مزاجه، والحاجة التانية يبقى عندهم نوع من أنواع المعرفة بقضايا السكان. معرفة بيه؟ بقضايا السكان. بالظبط. يعني تفندها من الناحية الصحية والاجتماعية وخلافه. لأن من ناحية الدينية طبعا هو بيبقى في مشاكل لما بنقعد نعرض الامر من ناحية الدينية، لان احنا خدنا على كده للاسف.
لا انا معلش انا محتاج ان الناس تفهم او عندها نوع من انواع الحل المعرفيه بقضايا صحتها وتعليمها وتطورها، فده اهم شويه. الحاجه التانية ان التجارب الدول الاخرى قالت والله يعني رجال الدين لما بيطلعوا حاجه موحده وتقول ان السكان قضايا السكان والموارد الدوله وكيفيه ان احنا يبقى عندنا ضبط للنمو السكاني، ده بينجح جدا بينجح جدا. يمكن احنا عندنا هل في استخدمناها في 85 ولغاية لا 96؟ لا ما لا لا استخدمناش لا ده. لا ما استخدمناش، لا ما حصلش. الحاجة التانية يمكن الكنيسة عاملين حاجة مميزة شوية، في عندهم نوع من أنواع التدريب اللي هو نوع من أنواع التثقيف والتوعية ما قبل الزواج، يعني ما فيش حد بيتجوز إلا ما يكون واخد شهادة إن هو اتدرب على بعض الأمور الحياتية المتعلقة بتنظيم بالأسرة وتكوينها وخلافه. نفس الأواف تعمل وتحمل كده، المسؤولية. نفس الأواف تعمل، لا عايز الأواف تعمل نفس الموضوع، طيب وده هيفرق جدا لان احنا عندنا على الاقل في كل سنه في من 700 الف عقد بيتعملوا، فاحنا عايزين لو عملنا توعيه للناس دي يبقى كويس قوي. دكتور اسمح لي نروح لفاصل سريع ونرجع اتفضل تاني. اتفضل. نروح لفاصل سريع جدا ونستكمل الحوار مع الأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان. كلام مهم جدا 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 بيتقال في الحلقة دي مع ضيفي الكريم. فاصل وراجعين حالا. حضراتكم في القرآن الكريم دايما سبحانه وتعالى دايما كلمة ألا تتفكرون ألا تتذكرون، وربنا سبحانه وتعالى خص الإنسان والبشرية بالعقل، إنك أنت تفكر وإنك أنت تاخد القرار الصح حياتك تبقى أفضل عشان تعرف تعبد ربنا وعشان تقدر تعمل وانك انت تربي اجيال وانك انت تقدر تربي نشء كويس وانك انت تراعي اولادك كويس وتراعي ربنا في اولادك وفي عيالك وفي تعليمهم وفي صحتهم و و و. فقيمه ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لنا انك انت تفكر الا تتذكرون الا تتفكرون، انك انت ما ترميش نفسك للتهلكه، انك انت يبقى عدد سكانك عمال يزيد 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 ومفيش دخل يكفي، انك انت يبقى عندك عشوائيات عشوائيات وعشوائيات واماكن اكثر خطوره وتموت نفسك وترمي نفسك للتهلكه، انك انت يبقى صحه اطفالك تبقى بشكل مش كويس وتعليمهم مش كويس. فانك انت دايما طول الوقت لازم نفكر عشان نوصل لحياه افضل، وده ربنا طلبه مننا. ضيفي اللي منورني في الاستوديو الدكتور الاستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه للشؤون السكان. كنا بنتكلم عن دور شيوخ الدين والازهر والاوقاف والكنيسه وقد ايه دورهم مهم جدا في ان هم يوعوا، وان احنا نبتدي نغير المفهوم بتاع العزوه بالظبط، ان انا يبقى عندي اولاد كتير واطفال كتير في حياتنا. صح، وده مهم وضروري في المجتمعات بتاعتنا. على يعني على فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان كان يمكن القائمه الرئيسيه او العمود الفقري لبرنامج سكاني لدوله ايران كانوا رجال الدين. دوله زي اندونيسيا كانوا رجال الدين، هم اللي تصدروا المشهد وهم اللي طلعوا زي ميثاق عشان كيفيه مخاطبه الناس بشان قضايا السكان. تمام، فانا عايزين نفس الموضوع نفس التجربه اللي اتعملت في الدول الاخرى يمر بها التجربه المصريه. حلو، لان توحيد الخطاب الديني والاتفاق وان يكون في نوع من انواع ان انا الرجال الدين يكسبوا الناس، ده مهم جدا طبعا، والتوعيه بالمشاكل الصحيه والاجتماعيه المترتبه على عدد افراد الاسره الكتيره لازم يكون من دور رجال الدين. صح صح، والدور الوطني للمواطن عشان يحافظ على ثروات البلد ديت وعلى مواردها بان هو يعني يضبط النمو السكاني، ده المفروض ان هو برضو منوط برجال الدين. فرجال الدين دورهم اساسي جدا، وكل المسيحيين والمسلمين كل الاثنين لازم يكونوا عندهم نوع من انواع الخطاب الموحد في قضايا السكان. ننتقل من الدور اللي ممكن يقوم به الدين في حياة المواطنين. بس هنقول نقطة تانية. طيب تفضل. ان في بعض المجتمعات جوه بلدنا هنا
رجل الدين له نفوذ وقوة كبيرة جدا. أنا عايز أقول لحضرتك مثلا إن ممكن في بعض الناس تسمع رأي رجل الدين أحسن من الدكتور. يعني هو مقتنع إن يعني الرأي الأخير رجل الدين. يعني مهما نقعد نتكلم في القصة دي ماشي أوكي أنا هسمعك للآخر، لكن اللي هيفيصل فين هو رجل الدين. فمعنى إن هم يبقى في نوع من أنواع الخطاب الديني اللي هو المتزن واللي هو فعلا بيخاطب الوجدان بتاع البني آدم من ناحية إيه الفوائد اللي هتعود عليه نتيجة ضبط نمو السكاني جوه أسرته لازم يكون موجود. تمام. ويمكن في دلوقتي دليل موجود، الأزهر موجود فيه لتدريب الأئمة في الكلام ده كله. إحنا عايزين بس يبقى في نوع من أنواع الالتزام والتركيز على الأماكن اللي هي أكثر إنجابا، ويبقى في توحيد لكل الأئمة، يعني ما فيش واحد يقول حاجة غير التاني، لا يبقى ده عبارة عن نوع من أنواع المهمة الوطنية في المرحلة الجاية. طيب أكيد الإعلام مهم طبعا، وخصوصا في ظل 2021 وانتشار السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد إيه إن ان كل الاعمار دلوقتي زي من اول الجد للاب للام للاطفال للاحفاد كله ماسك وسائل التواصل الاجتماعي وتقريبا ما وراهمش حاجه غير كده. احنا ممكن نطور ده ازاي ونبعت رسائل ازاي لهذه المنظومه؟ طيب هو الرسائل عديده، هي رسائل عديده، وبعدين حضرتك انت مفروض ما تخاطبش بس بتوع السوشيال ميديا، لا انا عندي شرائح كتير في المجتمع لازم اخاطبها طبعا. يعني في ناس ما لهاش دعوه بالسوشيال ميديا خالص، تمام، ودول الاكثر فقرا والاعلى انجابا، صحيح ما ننساهمش، ما دول احنا المفروض ان احنا بنوصل لهم قوافل بالظبط، غير القوافل اللي يبقى فيه توعيه مباشره. انما في جزء تاني اللي هو زي الشباب، يعني فاحنا المفروض نعمل رسائل إعلامية موجهة لكل شريحة بالطريقة اللي هي بتستخدمها. يعني السوشيال ميديا معروف مين اللي بيستخدم السوشيال ميديا من سن كام لسن كام، الإحصائيات دي موجودة. احنا عندنا 43 مليون مصري قاعدين على السوشيال ميديا، في عندنا يمكن 60 أو 70% هم من سن 15 لسن 40 سنة. فكل شريحة من دول لازم أخاطبها بالحاجة اللي هي هتسمعها، ما ينفعش أديهم حاجة مباشرة او حاجه فيها امر، ما ينفعش محمدين وحسنين، ما ينفعش خلاص للاسف ما ينفعش. فلازم يكون في معلومه، والمعلومه ليها طريقه معينه، ما تبقاش العمليه بس نبدا اكتب له جمله واجري، لا. فالموضوع محتاج يعني، وده طبعا ده دور الاعلام، يعني لان الفكره كلها موضوع الشرائح المجتمعيه ده مختلف دلوقتي عن زمان. زمان كان عندنا 3 قنوات وهتشوف صحيح، دلوقتي لا معلش انا عندي كام قناه حضرتك، ودي نقطه مهمه جدا، يعني عندي كام قناه وكام واحد والسماوات المفتوحه بالصبع. وكميه القنوات بالصبع. المفتوحه دي كلها، وبعدين كل مجموعه قنوات هي بتخدم فئه A و B و C، وحضرتك عارف الكلام ده طبعا. فانا عايز اعمل كاستمايز او افصل رسائل على حسب المستويات دي. حلو. فالموضوع محتاج برضو ان كتاب السيناريو لازم يقعدوا مع بعض ويطلعوا لنا بحاجه ليها علاقه بالسكان وقضايا السكان. الناس اللي هم شغالين في الميديا والتواصل الاجتماعي المفروض برضو يعملوا لنا الرسائل تبقى بشكل مختلف، فهي عايزه برضو عايزه دور كبير جدا. تسمح لي ان انا يعني ابرز يعني ما حدث في مسلسل بتاع رمضان السنه اللي فاتت الاختيار، وقد ايه، وفيلم كمان اللي هو الخليه اللي كان قبليه، وقد ايه كان الشباب من السن صغير لسن مراهقة لسن أكبر لسن أكبر وأكبر، كل الأعمار اتأثروا بالرسالة اللي كانت عايز توصلها. تمام. فده ده 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 سلاح مهم جدا جدا، مش بس إعلانات في الإعلام، لا 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 خالص، لا يعني الفن والمسلسلات. أنا بقول لحضرتك هي القصة كلها اللي هي إن أنا أدخل حاجة غير مباشرة، وده يعني هقول لحضرتك حاجه، يعني في على سبيل المثال دوله زي البرازيل عملت حلقات تلفزيونيه بقى لها 10 سنين بتتكلم على حاجه اسمها حياتنا،
ودي بتتكلم على مواضيع السكان كلها بصوره دراميه والناس كلها قاعده قدامها. فهي الفكره كلها زي ما بقول لحضرتك، انا عايز ادخل رسائل، الرسائل ديت معنيه ان انا اعلم الناس من غير ما تبقى العمليه فيها نوع من انواع الامر او التوجيه، ما تبقاش مباشر خالص. وده السلاح، السلاح بتاع مصر اللي طول عمره قوي كده. جدا، واحنا شاطرين جدا في ده، ولكن للاسف الشديد في تاريخنا لما ما استخدمناهوش في موضوع لا. الزياده السكانيه غير في افواه وارانب للاسف. صح بالظبط، وكان اتعمل بطريقه ما كانتش يعني ما كانش برضو ده الهدف. لا فهي لا، موضوع الاعلام مهم، موضوع الاعلام والتوعيه ده اعتقد ان ده هو ده المفتاح الكبير قوي للقصه. فمحتاج مجهود من الكتاب والمفكرين والاعلاميين، ازاي نخرج برسائل تمس المواطن زي ما حضرتك قلت واشرت للافلام اللي قبل كده. دكتور انا دلوقتي بقالي مع حضرتك تقريبا داخلين على ساعة، انا شايف من هذا الحوار انه الموضوع متشعب جدا جدا، وهنرجع تاني على فكرة لبداية الحوار، انه مين المسؤول عن ان انا اتابع الحملة والرسائل اللي بتنزل لغاية الكرة، مين اللي هيشوف نتيجتها، مين اللي هيتابع ويبقى فيه سيناريوهات كويسة لأفلام تقدر توعي الناس، مين اللي هيوعي الناس في الإعلام ويبقى فيه إعلانات لموضوع تنظيم الأسرة، مين حضرتك في وزارة الصحة اللي هيتابع حضرتك الموضوع الخاص بوسائل تنظيم الأسرة، وإنك أنت تكون متوفرة زي ما حضرتك قلت موجودة في كل محافظة والناس عارفاها بالظبط، مين؟ يبقى جهة واحدة. احنا قلنا اتفقنا ان اللي هي المفروض الى الان مفيش نقدر نحاسبها. بالظبط كده، وده كان بداية حلقتي. بالظبط، يعني الى الان مفيش مؤسسة هي المسؤولة يعني بصراحة عن إدارة الملف السكاني. انا بقول لحضرتك كل الوزارات والهيئات وكل الناس دول هم عبارة عن شركاء في منظومة العمل السكاني. من المسؤول؟ لا يوجد. طب ما احنا طول ما احنا ما عندناش الشخص او المؤسسه اللي ان شاء الله تبقى ليها كل الاحترام ان هي تبقى هي المسؤوله، نقدر نحاسبها، نقدر نقول في اخر السنه انت عملت انجاز ايه بالظبط، مش هيحصل. والا هنفضل زي من 1950 لغايه 2021 عمالين يزيد 20 مليون 20 مليون وعدد السنوات عماله تقل. صحيح. إذن الرسالة هنا حضرتك في نهاية هذا اللقاء، إن الرسالة مش موجهة حاليا للمشاهد الرجل والست المصري، هي موجهة بقى للحكومة والجهات اللي المفروض تعمل اللي حضرتك قلته. بالظبط صحيح. بس هو طبعا هي عشان بس نبقى يعني الفكرة، احنا بنتكلم على اطار مؤسسي ولا بنتكلم على مسؤولية الناس كلها؟ ما هو احنا الحكومة والشعب مسؤولين عن الموضوع ده، في جزء تنفيذي وفي جزء اداري وفي جزء نتيجة ما هو الجهة دي السلوك حضرتك بتاع كلامك بالزبط. هي اللي هتتابع كل حاجة. ايوة، لكن احنا لغاية دلوقتي ما عندناش مؤسسة مسؤولة عن ادارة البرنامج السكاني في مصر. بس ولكن مش معنى كده ان احنا كاعلام لازم طول الوقت ننادي ونوعي. لا، هو حضرتك لازم يعني، هو كل الجهات شغاله. هي الفكره كلها في ايه؟ احنا عندنا مشكله. ما هو كل الجهات شغاله حضرتك من 1950. بالظبط كده، انا اسف. لكن مين اللي بيبص على الكلام ده كله؟ هل هو فعلا في الاخر يؤدي الى تحسن المؤشرات او لا؟ مفيش. ببساطه شديده. اقتراحك ايه؟ لازم يكون في مؤسسة هي اللي تدير البرنامج. مين السكاني؟ مين اللي يعمل المؤسسة دي؟ هل وزارة الصحة مثلا؟ لا، هي برضو مش وزارة الصحة بس. مع حضرتك احنا اتكلمنا مثلا جزء من التضامن والصحة والتربية والتعليم، العملية مش بس وزارة. هل رئاسة الجمهورية؟ ممكن. لا، ممكن حاجة يعني تبقى تبع رئيس الوزراء. ما بالظبط كده، وده اتعمل في الفترة اللي فاتت، ان دوله رئيس الوزراء جمع الوزارات المعنيه كلها اللي هي ليها علاقه بالامر السكاني كلها، وعملنا برنامج. البرنامج ده ثلاث سنين عشان الاقتداء السكان. المطلوب بقى مين هيدير الكلام ده؟ لازم يبقى في مؤسسه او اداره تدير هذا البرنامج. بس طب ليه وزاره الصحه ما تقترحش؟ يعني تقترح يعني حضرتك بسم الله ما شاء الله، يعني عندك كل الخيوط تقريبا، اتكلمت في كل الخيوط، فليه ما تبقاش يعني
ملف كده مقترح يقدم للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لحل مشكلة الإسكان، لازم يكون كذا 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 كذا. ليه احنا ما عملناش ده؟ عمل؟ لا اتعمل يعني، لا بس لسه طبعا يعني هي المواضيع ليها حضرتك مش سهلة زي ما حضرتك متخيل كده، يعني ان نطلع مؤسسة جديدة عشان تدير البرنامج او تدير الموقف السكاني، العملية محتاجة اتفاق يعني، ومحتاجة تنظيم وحاجات كتير قوي مش سهلة يعني. ولكن حضرتك شايف ان الدولة المصرية حاليا بموضوع تطوير الكرة والتركيز على نهضة المرأة في الريف طبعا، والاهتمام بصحتها والاهتمام، ده الطريق صحيح، طريق صحيح جدا. شايف انه ممكن يجيب نتيجة بعد قد ايه؟ يعني هو حضرتك يمكن يعني هو الفكرة كلها ان البرنامج ده يعني هو 3 سنين هيجيب نتيجة ممتازة اعتقد. يعني هو حاجة مركزة. طب حضرتك كنت مطلع وفي اثناء الحوار قلت لي تجربة الصين، تجربة فرنسا، تجربة ماليزيا، تجربة الدول دي، حضرتك قعدت كام سنة عشان تحل المشكلة دي؟ هقول لحضرتك حاجة على سبيل المثال، دولة زي بنجلاديش 15 سنة بس. ولكن يعني دولة زي ايران ولكن لا تحسن طبعا، ولكن بصورة مستمرة بالظبط، بدون احنا توقف. اتفقنا الاستمرارية والإصرار هو ده الأهم حاجة. بدون استمرارية وإصرار مفيش حاجة هتحصل، هنرجع تاني. والتجربة بتاعتنا موجودة وشاهد علينا إن احنا في فترة نجحنا فيها جدا، وبعدين لما سيبنا الموضوع خلاص رجعنا زي الأول وأكتر وأكتر، رجعنا زي الأول وأكتر. هي الفكرة كلها زي ما قلت لحضرتك، احنا لازم المحاور كلها نشتغل عليها، مبيبقاش محور واحد بس، مش تنظيم أخرى بس، المحاور التانية اللي هي بتنمي البني آدم وتحسن خصائصه، ده اللي بيخلي الموضوع مستدام بعد كده، ده بيديم القصة. والنمو السكاني بينضبط لأن خلاص، لكن إن أنا أشتغل على محور واحد بس وأسيب بقية المحاور لا ما ينفعش. بعد اذنك يعني خلاص احنا على وشك ان احنا ننتقل الفقره، ايه الاضرار اللي بتحصل للمراه صحيا أوكي. لما تخلف واحد واثنين وثلاثه وما يبقاش فيه واربعه وخمسه وعشره؟ ايه الاضرار اللي بتحصل للمراه؟ هقول لحضرتك حاجات بسيطه جدا يعني، وحاجات كلها الناس كلها عارفاها يمكن. بدايه كده الست بيحصل لها نوع من انواع ان المخزون بتاعها من فيتامين د والكالسيوم والفوليك اسيد على سبيل المثال، دول عشان يرجعوا تاني لمستواها ما قبل الولادة محتاجة 2 سنين. طب لو حصل حمل بقى في 2 سنين تراكمية، وبعد كده تشتكي تقولك انا عندي هشاشة عظام وعندي مش عارف ايه وعندي انيميا، ده مثال. مثال التاني ان بيحصل احتقان في الجهاز البولي وجهاز الانجابي كله، هذا الاحتقان اللي هو بعد الولادة بيروح بعد 2 سنين. الحاجة اللي بعد كده، كل ما زاد قلت الفترة بتاعت بين طفل والتاني بتحصل مشاكل لا حصر لها، نقص في حاجة اسمها المغذيات الدقيقة، وبتاخد فترة طويلة جدا عشان تتعافى. بيحصل لها نوع من انواع ان الإصابة بالسمنة 3 أضعاف الطبيعي، الوفيات الأمهات بتزيد 4 أضعاف بعد الطفل الرابع. فحضرتك عايز أضرار تاني ولا لا؟ ده أضرار كفاية بالظبط كده. فده بالنسبة للأم، لكن للطفل ده أضرار تانية أخرى كثيرة برضو. إن لما يكون عندي الفترة المباعدة دي تقل عن 12 شهر عندي مشاكل كتيرة، أولها من المبتسرين، ناقص الوزن، التقزم، سوء التغذية، القدرة الذهنية على التعلم بتقل، الاي كيو أو معامل الذكاء بيقل، المناعة، جهاز المناعة بيبقى قليل كتير. وفي حاجه اسمها الطفل المهمل. يعني ايه؟ يعني انا الست خلفت طفل وبعديها مثلا على طول جابت واحد تاني، انا بهمل الاولاني بقى، انا مش فاضيه، انا هركز مع ده، فده بيبقى مهمل. مهمل ده معناها انه عرضه لكل انواع المشاكل النفسيه والصحيه وكل حاجه، والقدرات العقليه بتاعته بتقل، والقدرات الذهنيه بتقل، والتعليم بيقل. يعني بنطلع طفل يعني صعب شويه. دكتور شرفتنا ونورتنا الحبتين دول يا فندم، تسلم لي، وان شاء الله تشرفنا تاني باذن الله تعالى، ويا رب اللي حضرتك بتنادي بيه ده ان شاء الله يتحقق. اكيد الكثير من المسؤولين ممكن
يعني يكونوا متابعين هذه الفقرة إن شاء الله. ونداء حضرتك انك انت يبقى فيه جهة مسؤولة عن هذا الموضوع بحيث ان احنا نقدر يبقى في اخر السنة عندنا انجاز حصل كذا او كان عندنا نقص كذا او عندنا تقصير في كذا فنقدر نصلحه عشان نقدر نوصل لنتيجة. تمام. وإلا هنفضل عدد السنوات عمال يقل 21 14 8 سنين المرة الجاية هيبقى 4 سنين بنزيد فيهم 20 مليون. صحيح. فنتمنى بإذن الله تعالى إن شاء الله إن إحنا يعني وإحنا كنوعد حضراتكم في وزارة الصحة إن إحنا بإذن الله تعالى كإعلام وقناة نايل لايف إن إحنا نستمر في الوعي في هذا الاتجاه بحيث إن إحنا نقدر بإذن الله تعالى نوصل للهدف اللي إحنا عايزين نحققه كلنا يعني كمصريين إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان شكرا لحضرتك يا فندم. العفو العفو. ده كان يومنا النهاردة في صفحة جديدة حضراتكو نذكر بعض كالعادة كل يوم باجي هنا واختم الفقرة أو الحلقة نذكر بعض نذكر أهلك نذكر صحابك نذكر أخواتك نذكر رفقاء العمل الكمامة طول الوقت يا جماعة التباعد ما بين بعض وغسل الإيدين بالصابون تصبحوا على خير.